ورجعنا لكم تاني من برنامج أبواب السعادة وحلقتنا عن جهاد النفس أو فقرتنا عن جهاد النفس. ربنا سبحانه وتعالى وصف النفس بثلاث صفات: النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء. وكلنا عارفين قصة سيدنا يوسف مع زليخة. لما الملك استدعى زليخة وسألها عن سيدنا يوسف قالت له إيه؟ قالت له إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. هنا جهاد النفس من أصعب الجهاد على الإنسان. ليه؟ لأن دايما النفس بتميل للهوى، والهوى بيكون أكثره أو هو أساسا إطار للشهوات، ودايما الإنسان الشهوات بتجذبه. في اللحظة دي الإنسان بيحس إن هو بيبذل مجهود أو بيبذل أقصى ما عنده علشان خاطر يتجاوز الشهوة أو يتجاوز اتباع الهوى ويكون إنسان عنده جهاد للنفس. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجع من إحدى الغزوات فنظر إلى الصحابة وقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وهل هناك جهاد أعظم من هذا الجهاد؟ قال: نعم، جهاد النفس. هنا النفس أمارة بالسوء، النفس دايما بيكون عندها انجذاب لأنها ترضي شهوتها أو ترضي نفسها. نقدر إن احنا نتجاوز عليها إزاي أو نقدر إن احنا نكبتها إزاي؟ بالإرادة والقوة، وإن يكون عندنا عزيمة وإصرار على تخطي أي هوى أو أي شهوة نقدر إن احنا نتصدى إليها. لو اتكلمنا مثلا عن الشخص اللي دخل في سكة إدمان أو الشخص اللي هو ميل لشرب السجاير أو أيا كان، مش هتكلم في جزئية بعينها، الشهوات كثيرة ومنتشرة في حياتنا مع السيدات والرجال ومع جميع البشر، ولكن أنا هقول الجزئية دي لأن دي بيكون فيها كبت للشهوة بالنسبة للرجل عموما والمرأة. دلوقتي بيقدر يتجاوز ان هو يبعد عن سكة الإدمان أو عن السجاير إزاي؟ بأن هو يكون عنده إرادة قوية وعنده فاعلية اتجاه نفسه قبل الآخرين. ما ينفعش الإنسان يقول أنا بعتمد على أستاذ أحمد، أنا بعتمد على فلان، أنا لا، لازم يكون اعتمادك على نفسك ومقدرتك على نفسك أنت قبل أي شيء عشان تخطو إلى طريق النجاح ويكون عندك إرادة وفاعلية وقوة وجهاد للنفس. برضو يا جماعة جهاد النفس هو بيوصلك لسعي للتميز، بيوصلك لتحديد أهدافك، بيوصلك للارتقاء، بيوصلك للتخطيط والتفكير في الأمور الصحيحة في حياتك، بيوصلك للموازنة في حياتك، بيوصلك لكل ما هو مميز في حياتك. ولا انت ايه رايك استاذ احمد؟ طبعا البني ادم مننا لازم يكون ليه هدف يوصل له، لازم يكون عنده اراده، لازم يكون عنده عزيمه لتحقيق حلمه، يحقق حلمه. البني ادم مننا النفس دي، ويعني كل بني ادم مننا زي طريقك هو طريق الهوى ده، طريقك اللي انت ماشي فيه، يعني كل واحد خيال. انا كراجل خيال راكب مثلا الفرسة بتاعتي، أنا ماسك الحصان بتاعي كده ماسكه باللجان، ماسك ولا إيد اليمين بتسيب ولا إيد الشمال بتسيب، خلي اللجام مظبوط علشان الفرس يعني الحصان بتاعي يمشي في طريقه عشان توصله للهدف، لازم يوصل يكون لطريقه. عندك فرصة، لكن أنا لو سبت أي أي طبعا لو ساب أي حاجة من يعني لو ساب إيد عن إيد الحصان هيلف في اتجاه تاني، هيروح لاتجاه تاني. لو احنا ماشيين في طريق كده، هو الحصان ماشي وفي خضره هنا اهو وفي ميه من هنا اهو، هو ماشي في النص، ماشي في النص ده، انت عايز توصل لقدام بس طبعا 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 صحيح. لقي ايده راحت يمين، الحصان عايز ياكل من الخضره، شمال الحصان عايز يشرب من الميه، بس انا عايز اطلع لقدام. هطلع قدام ازاي؟ لازم يكون عندي الفريسه اللي انا تنجحني. صحيح. طبعا، فلازم يكون عنده أهداف يوصل لها،
لازم يكون عندي عزيمة، لازم ما اخافش من شيء. عملت الحاجة النهاردة ما نجحتش فيها، اعملها تاني وتالت ورابع لحد ما انجح. ما ده ما فيهاش اي حاجة. يعني معنى اللي انت مثلا ايه، خلاص انت النهاردة جهدت نفسك في حاجة وما حققتهاش، لازم يكون عندك إرادة قوية تنجحك، تعليك، تخليك تبقى حد كويس، حد اللي انت قادر تقود، حد قادر تعد طريقك ده، تكمل مشوارك. تكملة المشوار شيء أساسي. الناس اللي بتدمر نفسها بالتدخين ده عشان نفسيته نفسه من جوه بتبقى خلاص ما عندوش الإرادة، ما عندوش بنتكلم من بيبقى ثانية، ما عندوش شخص الإرادة يعني أو ما عندوش الناس القوة اللي هو يقدر يخطو بيها إلى الأمام، أو يكون عنده جهاد النفس اللي إحنا بنتكلم فيه. لأن في نفس بتطلب الطيبة، في نفس بتطلب الشر، في نفس بتطلب الحنان، في نفس بتطلب الفوات لكل حاجة حلوة، بروح للخطأ. لأ، أنا لازم نفسي تكون حاجة صح، زي طريقك اللي انت ماشي فيه. طريقك ده مفهوش لوع، مفهوش يمين، مفهوش شمال، خليني دايركت ماشي على طول. صحيح. بص يا أستاذ أحمد، هو خلينا متفقين برضو إن في الكتاب والسنة مذكور إن النفس جهاد قوي وصعب على الإنسان، طبعا. ومذكور زي ما ذكرتها برضو إن النفس أمارة بالسوء، وفي نفس برضو ما قالت زليخة إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فهنا برضو لازم نترك أو نعتمد على الله عز وجل، لازم يكون عندنا ثقة وإيمان بالله علشان خاطر نقدر يكون عندنا خطى سليم، أو يكون عندنا الدفعة. الدافع هنا الوحيد هو الله عز وجل. لازم تكون ثقتك بالله سبحانه وتعالى قوية، لازم يكون عندك قرب من الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتك، التوكل يكون على الله، لا يوجد أي شيء في حياتك أو أي حد في حياتك تتوكل عليه. ويمكن الجزئية دي ذكرتني بقصة أو موضوع هقوله لكم مختصر جدا. في شخصية كانت بتتكلم معايا وبتقول لي إن هي مرت في حياتها بأزمات قوية جدا وبضغوطات صعبة، ولكن في الوقت اللي هي مرت بيه بالأزمات كانت بعيدة عن ربنا، كانت مش بتصلي، كانت ما عندهاش العزيمة أو الثقة في الله القوية. ففي الأيام دي وصلت لي معوقات في حياتها كبيرة والضغوطات كبيرة. أول ما حطت الثقة في الله سبحانه وتعالى وتخلى عنها كل البشر وكل الناس المحيطة بيها، لقت الملجأ أو المفر الوحيد ليها هو الله عز وجل. فبالفعل ربنا سبحانه وتعالى كان بيختبرها أو بيمتحنها أو حاططها في امتحان، وهي الحمد لله رب العالمين طلعت قده وتوجهت لله سبحانه وتعالى وتضرعت إلى الله وقالت له يا رب أنا بلجأ إليك، أنت ملجأي الوحيد، أنا ماليش غيرك. وقدرت إن هي تستقوى بالله ويكون عندها عزيمة وإصرار وجهاد لنفسها، وتخطت الأزمات ووصلت أكبر الدرجات ووصلت لمكانة عالية وتجاوزت كل ما هو في عوائق في حياتها وبقت إنسانة سوية مع نفسها. هنا يا أستاذ أحمد يبقى احنا بنتكلم على النفس المطمئنة أو النفس اللوامة. هنا هي نفسها اللوامة فوقتها لأنها يكون عندها جهاد للنفس أو عندها صلة بالله سبحانه وتعالى قوية، وقدرت انها تتخطى اي شيء تتجاوز اليه او اي شيء تخطو اليه. يبقى جهاد النفس برضو مرتبط بالثقة بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. هنستقبل اتصال يا دكتور. اوكي، اهلا بك يا ادهم. معانا الاستاذ ادهم. استاذ ادهم الاتصال اتقطع. يا دكتور. الو يا دكتور. الو. ايوه اتفضل. ايوه يا دكتور معاك. يا دكتور اتفضل. الو يا دكتور، انا عندي مشكله كبيره جدا. اتفضل يا ادهم. اتفضل يا استاذ ادهم. صوت ادهم صغير جدا. اللي انا بكون عايز اصلي وما بعرفش اصلي. بتكون عايز تصلي ومش بتعرف تصلي؟ ايوه.
طب بصي يا ادهم، وطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون شويه، وقول لي انت عندك كام سنه الاول. عندي 15 سنه حضرتك. ماشي يا استاذ منورنا يا ادهم. استاذ ادهم. في سنه كام يا استاذ ادهم؟ نورك كده، نورك الله. في سنه كام انت؟ تالتة اعدادي. طيب يا ادهم، انت بتصلي؟ انت قلت ان انت بتبقى عايز تصلي ومش عارف تصلي، صح؟ ايوه. طيب انت بتقرا قران؟ يعني في رمضان بس. في رمضان بس. طيب في حد بيزعلك في البيت؟ ايه؟ حد بيزعلك في البيت، باباك او مامتك؟ ساعات بتضايق شويه من انت اللي بتتضايق منهم؟ هما بيضايقوك يعني؟ ساعات يعني. طيب انت شاطر في المدرسه ولا لا؟ متفوق في انت ايه؟ ربنا يوفقك، متفوق في دراستك. طيب برافو عليك يا ادهم. بص يا ادهم، عايز تصلي ومش عارف تصلي، قول لربنا يا رب انا 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 عايزك يا رب اقبلني عشان انا بتوسل اليك وعايزه اقرب منك. تعرف تعمل كده؟ ايوه طبعا. طيب عايزاك تعمل كده وتبقى تكلمني ان شاء الله الحلقه الجايه تقول لي عملتي ايه يا ادهم. خلاص؟ خلاص ماشي يا ماشي يا ادهم، نورتني يا ادهم. استاذ عسول جدا، وربنا يحيي ويخلي الاهل يا رب العالمين. هو برضو معانا اتصال تليفوني، معانا المدام صفيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. انا ولادي في بنتي في رابعه وابني في ثالثه، عايزه اعلمهم يصلوا، ف عايزة أرسخ فيهم الصلاة، يعني أعمل إيه؟ فيوسف ابني بخليه يروح الجامع، ومنى بنتي بخليها تصلي معايا في البيت. بصي يا أستاذة صفية، أولاً من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام؟ فإحنا هنتكلم في أنفسنا قبل الآخرين. أنت عايزة دلوقتي تغرزي في أولادك الصلاة، أنت مسؤولة عن الأولاد دي لفترة زمنية لحد مثلا سن البلوغ، اللي هم بعد كده خلاص هم متحملين مسؤوليتهم أو متحملين مسؤولية نفسهم. يعني أنا ما أنا عارفة، يعني أنا الوقت عايزة أرسخ فيهم الحاجة دي من صغرهم، أنا بقول خلي الولد يصلي في المسجد صلاة الجماعة، هيحب صلاة الجماعة. واحنا داخلين في شهر كريم ورساله حضرتك طيبه طبعا، وربنا اللهم بلغنا رمضان، صلاه الجماعه بتبقى تحفه فيه، والادعيه اللي بتبقى فيه بتبقى جميله جدا. هو هيحب الصلاه في صلاه الجماعه، وحضرتك عليكي وعلى البنوته الصغيره اللي انت تصلي معاها وتحضريها في كل صلاه ليكي، وخليها تمسك المصحف كتير تقرا قران. هي لو قرت المصحف يعني المصحف، لو مسكت المصحف وقرت القران هتعرف قد ايه تخاف من عدم الصلاه. نشكرك يا مدام صفيه، شكرا ليك يا اتصالات قطع. برضو انا كنت عايزه اوجه جزئيه للاستاذه صفيه، هي دلوقتي بتتكلم انها عايزه تغرس في اولادها الصلاه. يا استاذ احمد، ابدأي بنفسك. الاولاد لما تلاقي الام بتصلي، لما تلاقي ان البيت فيه كله تدين بيصلي في اللحظه دي، الاولاد المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. احنا بنتكلم في الاصدقاء او في الاصحاب، فتخيلي الاسره او البيت، ان الابن او البنت تطلع تلاقي مامتها او باباها فاوريدي هيطلعوا زيهم بالظبط. فهو ده برضو وعلى فكره برضو ده داخل في جهاد النفس اللي احنا بنتكلم فيه، ولو ان الناس بتحيد على فكره عن الاسئله بس جميله. ولكن برضو يا جماعه، جهاد النفس برضو انك تجاهدي في سبيل اولادك، انك تجاهدي عشان توصلي لان اولادك يطلعوا عندهم قرب من الله سبحانه وتعالى، وعندهم فاعليه في الدين اتجاه نفسهم. فده برضو جهد منك لاولادك، فده شيء برضو جميل جدا. وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يبارك لها في اولادها ان شاء الله. اللهم امين يا رب. دكتوره دلوقتي من ناحيه الجهاد، في ناس كتير قوي بتجاهد ان هي تحقق حاجه مش بتوصل لها، بس في ناس فيهم الاراده عندهم اقوى من السلبيه، يعني حاجه عن يعني ارادتهم قويه فبتنجحهم للوصول للهدف بتاعهم. نقول ايه للناس اللي هي مش قادره توصل للنقطه دي او مش عندها اراده؟ بص يا استاذ احمد، الجهاد، جهاد النفس عموما ليه كذا خطى وكذا
وسيله وكذا طريقه. يعني مثلا احنا دلوقتي في بعض الاسئله جات لنا، لو انت استقبلت الاسئله دي في مجال تاني، هنقول مثلا الاسئله دي تتسال لمفتي في الازهر، لشيخ، لناس مثلا عندها درايه بعلوم الدين الكافيه طبعا. ولكن احنا دخلناها برضو تحت نمط او تحت مسمى جهاد النفس، اللي هو مجاهده الام لاولادها، مجاهده الانسان خطى نفسه، او ايا كان السؤال اللي جانا. فحضرتك دلوقتي بتتكلم في جزئيه برضو ان طريق جهاد النفس ده ليه خطط كتير او ليه طرق كثيره. كل انسان بيفكر، في انسان بيبقى عنده جهود او بيبقى عنده جهاد لنفسه ان هو عايز مثلا يكون متميز في عمله او في شغله او في دراسه معينه طبعا. في بعض الناس بيكون عندها برضو خطى ان هي عايزه توصل لهدف معين او جاه او سلطه. في بعض الناس بيكون عندها ميول انها عايزه تكون ليها باقه في الدين او في الادعيه والقران والاذكار، وبتخش برضو بتسلك الطريق. في حد بيكون عايز يكون رب اسره وبيت واولاد متميز طبعا. يعني بيكون عايز جدير بالاسره وبالبيت وبالاولاد. في انسان اناني بيحب يجاهد لنفسه ولذاته لان هو انسان عنده الانانيه او عنده حب الذات طبعا. كل وسيله او كل جانب ليه جهاد وليه مواضيع وليه طرق كثيره جدا. تمام. طب يا دكتوره، الناس اللي زي الاشخاص مثلا اللي احنا بنشوفهم في الوقت ده، الشباب اللي ماشيه في الشوارع بتخاطب نفسها، بتتكلم نفسها بسبب مرض ماشي في السوق النهارده وفي المجتمع اللي احنا فيه اسمه الاستروكس. الناس اللي بتتعامل بالاستروكس ده، الناس اللي بتضرب النهارده بتضربوهم ما بيحسوش، الناس دي بتدمر نفسها، بيبقى الناس دي بتكون ايه مصيرها؟ ايه مصير الناس دي؟ والله يا استاذ احمد انت كده دخلت في الفقره الاولى اللي هي الثقوب النفسيه، مع انك دخلت برضو في جهاد النفس والاراده. معانا اتصال تليفوني الاستاذ احمد سعيد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد. منوره يا دكتوره هاجر، يا نجمه الاعلام. ربنا يخليك. منوره يا دكتوره هاجر، يا نجمه الاعلام، وحضرتك اكبر نسبه مشاهده بتحصل على السوشيال ميديا بتبقى يخليك. لحضرتك ميرسي. وطبعا الجلسه الجميله دي طبعا ما تكتملش غير بالقطب الاعلامي البروفيسور احمد علي. شكرا. فخر السعيد. شكرا. وطبعا نسبة المشاركات على السوشيال ميديا عنده بتتعدى آلاف مؤلفة. وطبعا جهاد النفس ده شيء جميل جدا جدا جدا. طبعا جهاد النفس قال عنه الإمام علي كرم الله وجهه إن كان بيحذر منه، كيف الهروب من النفس والهوى، كيف الهروب من النفس والهوى صحيح. وكان يحذر منهم الإمام علي لأن لا نجاة منهم. وجهاد النفس ليس في الدين فقط صحيح. بل الإنسان لازم يجاهد نفسه في جميع أمور الحياة، في الإنتاج صحيح، في طبعاً. كل شيء طبعا في كل أمور حياته صحيح. وطبعا كان هناك بعض الدول مثل كوريا الجنوبية، كانت من حوالي 50 سنة تقريبا كانت دولة مش دولة متقدمة، ولكن بالعلم والتقدم والإنتاج أصبحت من أكبر الدول الصناعية في صحيح. العالم طبعا. نجحوا من إيه؟ مجهودهم، عملوا مجهود ونجحوا فيه، جهد الإنسان، عندهم إرادة للنجاح. والرموز دي في مصر، أحمد زويل الله يرحمه، يعقوب، ده رمز برضه للنجاح. احنا عندنا علماء صحيح، عندنا اكبر قدر من العلماء، واحنا دايما مناره للعلم صحيح. الدنيا كلها صحيح. احنا عندنا اكبر علماء عرفهم التاريخ زي الدكتور مجدي يعقوب، زي طبعا. الدكتور احمد زويل، وعندنا صحيح. نماذج كثيره مشرفه زي طبعا. الدكتور طه حسين صحيح، والدكتور ده رمز للعلم، والدكتور رفاعة الطهطاوي فيما قبل. وطبعا انا دايما بيعجبني في العلم وجهاد النفس، وجهاد النفس دائما
التجربة الألمانية. الألمان دائما ما يعرفون متفوقين. كيف يعملون، صحيح. ودائما هم في بالطريقة الألمانية أفضل طريقة للعمل وإجهاد النفس. التقنية عندهم هم عالية وعندهم جهود قوية، صحيح. بعد الحرب العالمية الثانية كانوا متفككين بعد هزيمة هتلر، لكن بالعلم والتقدم والإنتاج أصبحوا من أكبر الدول الصناعية في العالم. صحيح. وجهاد النفس هنا برضو يعني يتفرع إلى كذا فرع، طيب ليس ادينا فقط بعض بالجانب الشروح كده يا الديني. استاذ احمد. مثلا اتفضل. الاجتهاد في النفس، ان الانسان ما يقعش في المعاصي مع الله سبحانه وتعالى، لان جميل. دايما الصالحين كانوا ينصحوا، والانبياء، بالتقرب الى الله والبعد عن الوقوع في المزلات، ونعم بالنسبة. لان جهاد النفس ده شيء صعب جدا، صحيح. لان حتى بعض الصالحين، سيدنا يوسف نبي الله يوسف عليه السلام، عندما راودته امرأة زليخة، العزيز كاد أن يقع بها، ولكن لولا أن رأى برهان ربه. فجهاد النفس هذا أمر عظيم، ليس أمر سهل على الإطلاق. صحيح. ولكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علم كيف يكون جهاد النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعلينا أن نأخذه نبراسا يقتدى به في جهاد النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل بالنهار بالعبادة حتى كانت تتورم قدميه الشريفتين. فعلينا أن نتقي الله في كل أفعالنا. وجهاد النفس لازم أن الإنسان يبص أن هو بعد 5 سنين هيبقى فين. لازم الإنسان ما يبصش مكانه، تقصد السعي يعني للتميز او الطريق، الخطى الى الامام. ايوه، التقدم الى الامام بشكل مستمر صحيح. وعدم التوقف، صحيح. لان الامل يعني الحياه. صحيح. لان الامل يعني الحياه. وانا اسف ان انا طولت على حضراتكم. شكرا. لا حضرتك شكرا منورنا منورنا وكلامك رائع جدا. ربنا يخليك يا شكرا استاذ يا استاذ احمد. احمد، الحوار واحنا شيق استفدنا جدا مع نجوم الاعلام، الدكتورة هاجر شكرا لك. والبروفيسور أحمد سعيد، مصر شكرا الصعيد الجديد، شكرا وفخر آل الصعيد جميعا. شكرا ربنا شكرا يخليك يا أستاذ أحمد، حضرتك شكرا نورتنا ليك يا أستاذ وشكري أحمد. كبير ليك بجد، وكلامه شائق جدا بصراحة، كلامه جميل وعطانا يمكن اختصر اللي احنا قلناه كله في كام جملة. قال كل اللي احنا قلناه في كذا دائره، هو قاله في كام جمله، وما شاء الله عليه عنده علوم كويسه في الدين. ربنا يوفقه ان شاء الله كده. تحيه ليك كبيره يا استاذ احمد. وبكده هنكون ختمنا حلقتنا ونهينا حلقتنا، وان شاء الله انتظرونا مع برنامج ابواب السعاده كل يوم 3 الساعه 12 بالليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.